العلاج كالآتي. according to في بروفلاكسس كلام أوضح. أي بروفلاكسس؟ إن أي حد هو ينام في البيت لفترة طويلة. دكتور طب ده عامل حادثة، ده عنده هارت فيلر، احنا مضطرين ننيمه. خلاص نيمه وقلبه، نيمه. وانا قلت لكم قبل كده اديله هيبرين او لو موليكيولار ويت هيبرين، اديله حاجه تخلي عنده شويه ايه، شويه سيوله. حاول قدر الامكان واحده مثلا والده ولا حاجه، ولا لازم تتمشي كل يوم، عامله سيزيريا من ثاني او ثالث يوم. ولا اتحرك، هتفضلي نايمه ليه؟ ومحدش ولد غيري كده. ليه بقى؟ ليه؟ وبعدين المثل اللي شايفه، لا ده القطه بتولد وكله هول، يعني انا ما عملتش انجاز يعني. وقومي اتحركي ليه؟ عشان نمنع ان يحصل عندها دي بي تي. الناس اللي هي مسافره وتقعد في السفر لفتره طويله، دي حاجه اسمها الاستيك ستوب، اللي هو الشراب الطبي. الشراب ده بيلبسوه ليه؟ عشان يعمل كومبريشن على الفينس اوف لور ليم، فهمنا انها استراحه كده ويتكون فيها مجموعه الشراب الطبي ده. الشراب الطبي ده مهم جدا، مهم عشان الفاريكوز. تمام؟ طيب حد بقى اوريدي حصل له بالمونري امبوليزم وجالك وانت عملت السبايرال سي تي والدي دايمر وخلاص يو ار شور ان الحاله فيها بالمونري امبوليزم وداخل على انفاركشن، تعمل ايه؟ امسك العيان بتاعك في الاول وقيمه. يعني ايه قيمه؟ انا عايز اجاوب على سؤال واحد، هل المريض ده هيمودايناميكال ستيبل ولا انستيبل؟ هو يعني ايه انستيبل؟ يعني ايه انستيبل؟ عايز اسمع الكلمة. في شوك، خلاص في شوك. العيان ضغط واطي جدا، العيان في هارت فيلير، ده خلاص ده هيمودايناميكالي. احنا قلناها فين قبل كده؟ مش كل الاريثميات الخطيره كنا بنقول لك ايه؟ البيشنت ده هيمودايناميكالي انستيبل ولا ستيبل؟ والانستيبل كنا نديله الدي سي حاجه قويه، حاجه بسرعه. ولو ستيبل نقول لك طب نديله ادويه، طب نحاول معاه مش عارف الكاروتيد، فاكرين ولا ايه؟ هي فالفكره كلها لما يكون هيمودايناميكالي انستيبل، انستيبل يا دكتور اتحرك مفيش وقت، هيموت منك. اتحرك اعمل ايه يعني؟ ادي حاجات جامده قوي، حاجات قويه قوي. تقول لي ايه الحاجات القويه؟ مش في عندنا امبولانس راشقه هنا وهيحصل الكرشه؟ وانت يا دكتور لسه مشخص، يلا اتحرك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ادي ثرومبوليتك ثيرابي. قلنا في ستريبتوكينيز ويوكينيز وديشوبلازمينجن اكتيفيتور، ما زال اللي بيستخدم في مصر احيانا ستريبتوكينيز. الامبول الواحد منه هو ربع مليون وحده. فبيدوا له امبولين 1 بولس، بولس يعني ايه؟ بص انتروفينس كده، مره واحده كده، كايه؟ كانيشال دوز. وبعدين يعلقوا له على مخده مشهور جدا في المستشفيات، وطبعا بيلموا فلوس حلوه يعني. وسعره غالي، بس على فكره بس يجيب نتيجه. وتبدا تديله ايه بقى؟ تديته بالاول بولس حوالي كام؟ نص مليون وحده. وبعد كده تمشيه على 100,000 وحده. وتفضل ماشيه كل ساعه انت منزلها انفيوجن، يعني عمال تحطه لمده 24 ساعه او 72 ساعه. خلال الفتره دي اوريدي هتبدا ايه؟ الدنيا تروق شويه. لما تروق شويه هتبدا تقوم انت مشفته على هيبرين، تديله هيبرين لمده خمس، الريجيم ماشي كده، هيبرين لمده خمس ايام. كمان خمس ايام تدي هيبرين بلس وورفرين، ثم بعد كده ماشي على وورفرين لمده ثلاث شهور على الاقل. بص معايا في الكتاب ده صح، بص معايا الحته دي هتتحفظ. ترومبوليتك هتستخدم الاستريبتوكينيز الجرعه انيشيال دوز قد ايه؟ من ربع مليون لنص مليون انترناشونال يونت 1 بولس، بولس يعني جرعه واحده. حلو؟ بعد كده 100,000 وحده كل ساعه بير اور لمده من 24 ل 72 ساعه. بعد كده هتشفته على هيبرين انترافينوس، مفيش مجال الا الانترافينوس ولا ايه؟ ها كله ده امرجنسي انترافينوس. ثم خمس ايام كمان هيبرين وورفرين. تقول لي طب ليه بقى؟ انا كنت عايز الهيبرين عشان هو اقوى في الاول. وبعد كده دخلتهم مع بعض عشان عارف ان الورفرين اساسا مش هيشتغل غير بعد ثلاث ايام، فاحنا بنقول خمس ايام. بعد كده وقف الهيبرين وهنخرج من المستشفى ويمشي على مين؟ على الورفرين لمده ثلاث شهور على الاقل. هديله ورفرين واتفرج عليه ولا اعمله فولو اب؟ فولو اب. ايوه عن طريق مين؟ الاي ان ار. نحافظ على الاي ان ار كام؟ من 2 ل 3. نحافظ عليه من 2 ل 3. مفهوم ولا ايه؟ في بقى بتوع الجراحه العظماء جدا، قال لك احنا بنعمل عمليه
وندخل نشيل لعبه الامبوليكتومي يا عباس، ندخل نشيل الايه الامبولا دي تماما ونظبط الدنيا. اسم العمليه واحد اسمه ترينتربرج، ده عالم الماني، ده عالم مشهور جدا، ده هتسمعوه في الجراحه 3 4 5 مرات الكلمه بتاعه ترينتربرج. ده عمل بوزيشن للناس اللي عندهم باريكوز بين، وعمل عمليه تحت في الباريكوز بين، وعمل العمليه دي شال الامبولا، دخل فتح وشال الامبولا على طول عشان يمنع الايه يمنع هذا الانفاركشن ده. مفهومه؟ طيب نيجي بعد كده العيان دي موديناميكالي كل شيء عمليه مش سهله، هو يموت ولا يعمل ايه؟ نيجي بعد كده هيموديناميكالي ستيبل، يعني هو العيان عنده، انا شخصت ان في بالمونري امبوليزم بس هو كويس، يعني ضغطه كويس ومش هارت فيلر ولا فور بالمونري ولا اي حاجه، خلاص انا ممكن اعالج براحتي بس مش براحتي قوي. يعني اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اديله الريجيمين الثاني اللي هو الهيبرين انتروفينوس 5 ايام، هيبرين بلس وورفرين 5 ايام، ثم هكمل على وورفرين طبعا شهور وعامل له الفول اب بتاعي بلس سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك تريتمنت ازاي؟ شو عنده بين نديله انالجيزيس، نديله مورفين ولا بلاش؟ مش هو اصلا فرحان بالهيبوكس اللي عنده مش كده؟ الا تعمل له سبريشن ما ينفعش؟ لا اديله اي انالجيزيك تاني بس ابعد عن المورفيا. لو دخل في اسبيراتري فيلير فنتليتور واي شيء طارئ، هارت فيلير شوك الحقه، يعني ابدا اظبط المريض بتاعك. الشوك هتديله ايه؟ محاليله وعنده هارت فيلير يا فشل ده ضايعين خساره التعليم فيه واسمه ده هو فعلا عليه. هو هندي ايه الواحد في شوك؟ هو يبدو كلمة يا فشلة ما بقتش تحوى معايا. كلمة فشلة ما بقتش تحوى خلاص، والله أقول يا أكثر ما أنا مركز ما أعرفش أكثر من كده. دي مصيبة يعني. أنا أقول كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. يديله دوبيوتامين يا قفص أنت أو هو. يديله دوبيوتامين. ما تقالش ده؟ ما تقالش في الشوك ندي دوبيوتامين؟ ما تقالش خالص؟ ما تقالش؟ ما تقالش الدوبامين حتى ليه ثلاث جرعات؟ ما تقالش الدوبيوتامين ده اغلى احسن حاجه واجمل حاجه لو واحد جالك في شوك؟ حاجه غريبه جدا. يعني بعد كده اي طارئ بقى تبدا تعالجه؟ درس البلمونري امبوليزم اوصيكم به خيرا. ها هو درس يجي ممكن مع الكارديولوجي، ممكن يجي مع الشيست، هو تايه بين الاثنين.